مش من حلاوة النادي يعني ماما عشان يجي في نص الأسبوع. ولين قابل زميلك في الشغل أصلا؟ هو مش ده الراجل اللي كان قاعد معاكي؟ قاعد معاه فين؟ في النادي لما أنا كنت بقابل هيثم. هو مش ده نفس الراجل برضه احنا بنقفل اسم مع ولاده؟ أيوه. ده هو الابن المتخلف ده اللي هو شافني. ابنه مين؟ أنت شفتيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. أيوه يا بنتي شفته. لما تخلصوا كلام قولولي. خلصنا. أنكل حسن راجل محترم بيساعدني في الشغل وصاحب خالكو رمزي وعنده 4 ولاد تقريبا في سنكم وبالصدفة بيجوا النادي هنا، فقلت ليه لأن احنا ما نتقابلش كتو فاميليز. مراته فين يا ماما؟ أرمل. لا ماما اوعي يكون اللي في دماغي صح علشان مش هوافق. مش هتوافقي على ايه؟ الجو بقى بتاعك ان انت تكوني جايبه لي حد من ولاده عريس والحركات دي، لا علشان مش هرضى. الحقيقه انا مش عارفه اعمل معاكوا ايه. اقفل عليكوا وما نشوفش حد تقولوا لي خانقانه، اكسب صديق في الشغل وبالصدفه يكون عنده ولاد وكلهم بيجوا نفس النادي اللي احنا بنيجي فيه تقولوا لي ليه؟ انا بجد زهقت منكوا. نيلي فين؟ ليلى ما جابتهاش ليه؟ يلا نقوم نشوف. انا متاكده ان هي جايبه لي عريس. انت عينه هبله. اسكتي. ليه هبله؟ انت مش فاهمه حاجه. ما تحترموا نفسكم شويه وتسيبوا الموبايلات، الناس خلاص على وصول. ما تقلقش يا بابا هنشرفك قدام مديرتك وبناتها. حلوه؟ يا مين؟ مديرتك. وانا مالي اذا كانت حلوه ولا مش حلوه. انت شفتها على فكره. ده فين؟ قدام الشركة. ما دي الست أم البنت اللي أنت تخيلت إن هي ست أم سانتا فيلا اللي بنتها كدابة. احترم نفسك. ست في منتهى الذوق والشياكة. وبنتها مش كدابة على فكرة، أنت اللي تهيألك. تعرف إنها تبقى أخت أنكل رمزي يا طاهر؟ لا والله. طب هو فين؟ هو مين؟ أم رمزي. آه ما بيحبش يجي النادي يعني. طب ما إحنا كمان ما بنحبش نيجي النادي يا بوب. إيه لازمة إن أنا أحرق في وقتي وأضيعه؟ أنت عايز تقابل مديرتك صاحبتك، قابلها انت، احنا مالنا؟ كمل كمل في قله ادبك. انا كل ما اقول حاجه هتقول لي قله ادب. اصل انا مش فاهم يعني ايه تحرق في وقت. انت بتعمل ايه يا طاهر في حياتك غير انك عمال تحرق في وقت؟ خلاص الدنيا هتخرب لو ما خرجتش يوم مع الست ندى. انا مش فاهم ايه المشكله ان احنا نخرج سوا ونتعرف على ناس جديده يعني في النادي. امال الناس تعرف على بعض فين يا طاهر؟ في اي مكان تاني على فكره يا بوب. انت عارف ان احنا ما بنحبش النادي. الو وصلتوا؟ اه احنا موجودين. احنا داخلين عليكم يا حسن دلوقتي. جاهزين؟ يلا عشان هنقابل عريس امكم. يا بنتي بطلي هبل بقى. هتشوفي امكم هتتجوز. يلا هات اخوكم من التدريب ونتقابل في التراس. يلا. انت بتستفزوا ليه؟ انا مش فاهم. عشان عرفت هو جايبنا هنا ليه. ليه؟ ابوكوا عايز يتجوز. ايه؟ ايه؟ بس انا هبوظ الموضوع ده من الاول خالص. ممكن اقوم العب معاه؟ ماشي، بس هو مش ممنوع لعب الكوره هنا؟ سيبهم ينبسطوا. يبقى مرات. علي انت عارف انا لو ما كنتش دخلت هندسه كنت هدخل صيدله. ده شرف ليا يا طنط. علي صيدله شاطر جدا، هو بس طموحه مخليه مستعجل حبتين. الطموح مش عيب على فكره. شفت انا بقول له كده يا طنط. عنده حق يا حسن. هو ايه علاقه هندسه بصيدله؟ معلش يعني دي علمي رياضه ودي علمي علوم، ايه علاقتهم ببعض؟ والله حضرتك كنت عايزه تخش اي كليه قمه خلاص. عندك حق، احنا كنا غلابه قوي زمان. أهلك هما اللي كانوا بيقرروا لك أنت تدخل إيه، خصوصا لو جايب مجموع كبير في الثانوية العامة. أنا أهلي بالنسبة لهم ما كانش فيه غير طب وهندسة وصيدلة، فأنا ما كنتش بفكر غير في كده، وفي الآخر كلامهم طلع صح. لا طبعا مش صح، مش لازم كل الناس يبقوا دكاترة ومهندسين وبياعين أدوية. نعم بياعين أدوية. في كليات كتير قوي مهمة زي طب وهندسة بالظبط. وأنت عايزة تدخلي كلية إيه يا ليلى؟ حضرتك مهتم تعرف ليه؟ ليلى. ماما سيبيني أكمل كلامي لو سمحتي. من فضلك انا عاوز اسمعها. اتفضلي. انا هدخل الكليه اللي على هوا ماما، مش اللي انا عايزاها يا انكل. انت عايزه تدرسي ايه؟ كاستم ديزاين.
رد عليها. كويس. حلوه شغلانه الترزي دي، مش محتاجه تخش لها كليه صح؟ ما هم الجهله كلهم بيقولوا كده، بس ده علم بجد عشان كده بيدرسوه. انا شايف انه معلش ثانيه واحده، لو سمحتي اعتذريله. اعتذره ليه؟ انا بقول وجهه نظري. لا لا ولا يهم حضرتك، انا مش محتاج اي اعتذار، يعني انت زي اختي الصغيره، هاخد على كلام عيله برضو يعني. انا مش عيله. ما هم العيال ما بيشوفوش برضو انهم عيال. طاهر، هو انت بتستفزها ليه؟ هند، لو انا عيله يبقى انت تافه. ليلى، والله يا ماما ما هي عندها حق. بعدين انا مش فاهمه، هو انت قاعد باصص لي كده ليه؟ بتصورني مثلا؟ لا انت فاهمه. هو انت بتكدبي ليه؟ مراد، مش ذنبي بقى اللي انت قاعده ما بتشوفش. هند، انت ما شفتيش تربيه بقى. لو انا ما شفتهاش يبقى هي ما عدتش عليك، ولا انت ولا اخواتك. مراد، سيبيني، مالكش دعوه بالاشكال دي. بس بقى ما صحش كده. في ايه؟ ايه اللي في القلم دي؟ نيلي، مصطفى، اتفرج استني. بس يا بابا، بس مفيش راجل يضرب بنت، مش لما يبقوا بنات اصلا. انت قليل الادب. كتمي بقى احسن لك. انت بتكلمها كده ازاي اساسا؟ هو مش قال لك كتمي؟ يا ابني عيب كده. خلي معاك انت يا بنت، انت يا بنت، انت يا بنت، والله العظيم انا سايبك وهسيبك. ثاني لا، ولاد حسن وبنات نادي.